صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفونا فيه. لو اول مره تشوفوني، انا ندى، بعمل محتويات عن الحاجات الهاند ميد سواء الجلد، وقريب قوي هندخل الحاجات دي كوباج. عملنا ريزن مع بعض قبل كده يعني بنعمل حاجات مختلفه وبنجرب حاجات جديده، بس هو اساس شغلنا الجلد. فلو حابين تتابعوا المحتوى بتاعنا اعملوا سبسكرايب، اعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وانزلوا بصوا تحت هتلاقوا البيج بتاعت الانستغرام والبيج بتاعت الفيسبوك والجروب بتاعنا. ولو حابين اي اقتراحات او عندكم اي حاجات، لو عندكم اي اقتراحات تعليقات او حاجات مختلفه حابين ننفذها او اي حاجه اكتبوها لي او ابعتوها لي على انستغرام او على الفيسبوك، بس وننفذها مع بعض وبس. ويلا بينا نبتدي الفيديو. النهارده فيديو جديد ومختلف، هنعمل كفر الايربودز. انا اول مرة هعمله، تمام، ما عملتوش قبل كده، دخلت اتفرجت على كذا فيديو. هعمله بطريقتين، هنعمل واحد كفر بني وواحد كفر اسود، كل واحد هيبقى ليه طريقة. انا لسه مش عارفة هنزل ده في فيديو منفصل وده في فيديو منفصل، ولا هنزلهم هما الاتنين في فيديو واحد، لسه مش عارفة، على حسب مدة الفيديو يعني. اول طريقة اللي هي السهلة وما فيهاش حاجة، هنعمل ايه؟ هنجيب الايربودز، هنقيس الحته دي اللي هو قبل الكيرف، تمام، هتبقى حوالي 5 سنتي، ماشي، قبل ما الكيرف ده يعمل اللي هو الحته الستريت، اوكي، حوالي ايه 5 سنتي. انا قصيت مستطيل 5 سنتي وطويل، هتبقى نعمله كده، هنسويه لسه عشان هنا هنركب كبسونه او ماجنتيك، هنعمله كده، وبعد كده هنركب حته الجلد هنا كده وحته الجلد هنا كده. دي تقريبا 4 سنتي من هنا لهنا، ونسيب مسافه زياده عشان الخياط. 5 في 10، هنقسم دي بقى نصين، اوكي، هتتخيط لجوه، خيطها ايه لجوه كده ولجوه كده، ماشي، اوكي، هنركب لها ايه الكبسونه. وعايزين حته مستطيله، عايزين نعمل لها كمان علقة. ده أول باترون، هنصبغه الأول ونحدد مكان الكبسونة، نظبطها، نقطع الحتة الزيادة، تمام. فدي أول، ده أول باترون. هنصبغها الأول، أنا نسيت نصبغها بقى، نعمل دي أسود، ده أسود كحول، كحولي مش مائي، الاسود الكحولي البيجمنت بتاعته اقوى، المائي بيبقى خفيف كده بتحسيه بيقلب على جراي. نسيت البس جوانتي، يلا، مش مشكله، جبت بقى الكحولي ده اللي هو ما بيطلعش من ايد بسهوله، المائي مجرد ما بتغسليه بيطلع من ايدك بسهوله جدا، الكحولي بقى بيثبت في ايدك فتره. نسيبها بقى تنشف كويس وبعد كده نحط عليها الفينش. نركب بقى ال هنشيل حوالي 2 سنتي، تمام، 2 سنتي وحاجة. Thank you.
بقى كده ماشي. عايزين نركب ال الأول نركب الكوزين. ماشي نخرمهم بقى. نخرم دي ومحطنا كده والتانية نفس النظام. ايه يلا بينا. خيطنا اهي خلاص خلصت. عايزه بس تتصنفر. ماشي هنصفرها ونصبغ هنصفرها ونصبغ الطروف دي تبقى كده خلصت. قولولي انهي اكتر واحد عجبتكو. يعني انا ايه بالنسبه ان دي اول تجربه، فانا مثلا يعني راضي عن النتيجه بنسبه 80%. هي دي حلوه ما فيهاش حاجه. دي بصراحه كانت لطيفه وسهله وكانت حلوه قوي وشكلها حلو، شكلها شيك ما فيهاش غلطه. يعني هي دي اللي شكلها مش عاجبني قوي.